ننتقل مشاهدينا بالمتابعة مع شبكة مراسلين إلى الشرقية مع رامي محمد. رامي، صف لنا الوضع لديك في اللجنة التي تتواجد بها أرى ازدحام المواطنين وأجواء احتفائية مشابهة لبعض ما تابعناه في بعض محافظات الجمهورية. تحياتي لك ولكل متابعينا من داخل إحدى اللجان الفرعية بمدرسة الشهيد أحمد وحيد الرسمية للغات بمحافظة الشرقية، وهذه المتابعة منذ ساعات الصباح الأولى توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية. وكما ترى الآن الصورة من خلفي، هناك توافد لعدد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذه العملية الانتخابية من كافة الفئات. أما إذا تحدثنا عن المشهد الانتخابي بمحافظة الشرقية، هذه المحافظة التي بها عدد كبير وكتلة تصويتية كبيرة، منذ أن دقت الساعة 9 صباح اليوم فتحت أكثر من 1016 لجنة فرعية و980 مركزا انتخابيا أبوابهم لاستقبال أكثر من 4,699,000 ناخب وناخبة، هم الكتلة التصويتية هنا في محافظة الشرقية. هذه الكتلة التصويتية وهذه الأعداد الكبيرة التي نتحدث عنها احتاجت إلى العديد من الاستعدادات التي أقامت عليها محافظة الشرقية خلال الأيام السابقة وحتى صباح اليوم، سواء المناحي المتعددة في الاستعدادات، نتحدث عن وجود للارتكازات الأمنية في الخارج وفي الداخل أيضا لتسهيل والتيسير على المواطنين الإدلاء بأصواتهم في هذه العملية الانتخابية. أما إذا تحدثنا أيضا عن اللجان الفرعية بها عدد من اللافتات لإرشاد المواطنين إلى اللجان المخصصة لهم لسهولة عملية التصويت. أما إذا تحدثنا أيضا عن كبار السن وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة، هناك عدد من الكراسي المتحركة لهم. وخلال جولة لي في عدد من اللجان الفرعية رأيت عدد من اللافتات التي بها لغة الإشارة أيضا للسم والبقم للإمكان من الإدلاء بأصواتهم في هذه العملية الانتخابية. هذا المشهد الكبير هنا في محافظة الشرقية حينما يكتمل أيضا بوجود ما لا يقل عن 10 لجان خاصة بالوافدين والمغتربين. هذه اللجان هنا في محافظة الشرقية تتواجد في عدد من المراكز، خاصة المراكز الصناعية والتي بها عدد من العمالة من العاشر من رمضان وبالبيس وغيرها من المراكز للوافدين والمغتربين. هذا هو المشهد برمته من محافظة الشرقية. عودة إليكم. أشكرك جزيلا من الشرقية رامي محمد، كنت معنا على الهواء مباشرة.